صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تعليق أسماء الله تعالى الحسنى للزينة وما أشبه ذلك؟ ما التعليق ما له أصل، تعليق أسماء الله وتعليق الآيات وتعليق الأدعية هذا ما له أصل، ما له أصل، إنما هذا شيء درج عليه الناس الآن، إذا كان للزينة هذا ما فيه، لكن بعض الناس يعلقها يقول لنا تذكرني، وإنها هذا قد يكون له وجه من الذكر، لكن إنه يعلقها للزينة هذا استخدام لأسماء الله في غير ما يليق بها، فليست للزينة. نعم.